وصعد المنبر بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أيها الناس، أخبرني أخي جبرائيل عليه السلام أن في النار جبلا يقال له السكران، في أصل ذلك الجبل واد يقال له الغضبان، يغضب لغضب الرحمن. في ذلك الوادي جب، الجب البير الواسع، يعني واسع الفوهة العميق، جب قامته 100 عام، في ذلك الجب توابيت من نار، في تلك التوابيت صناديق من نار، في تلك الصناديق ثياب من نار وأغلال من نار وسلاسل من نار. فلما شبع يحيى قال: وغفلتاه من السكران، وغفلتاه من الغضبان، فهام على وجهه. لهذا إمامنا الرضا سلام الله عليه يقول: إن أوحش ما يمر على المرء ثلاثة أحوال: يوم يولد الله فيرى عالم غير عالم الأجنة، ويوم يموت ويودع في قبره، ويوم يبعث يوم القيامة. شوف أحكام غير تلك الأشد المواقف. ولكن الله جل وعلا سلم على يحيى في تلك المواقف الثلاث: سلام عليه يوم ولد، وسلام عليه يوم يموت، وسلام عليه يوم يبعث حيا. هذه ثلاثة. لكن عيسى سلم على نفسه، مع العلم أن عيسى من الناحية الرتبوية أعلى، وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لماذا؟ لأن عيسى لم يستشهد بعدما نال هاي الرتبة، التاج العظيم، تاج الشهادة، بينما نبي الله يحيى نال الشهادة. وشلون شهادة يا إخواني؟ والله أنا أتفكر في هؤلاء في سبيل نزوة جنسية، وإذا به يقتل الوجود كله. يا أخي، النبي يمثل الوجود الروحاني، الوجود المعنوي، البركة في ماذا؟ البركة في الأرض. تقتل ليك نبي من أجل نزوة جنسية؟ يا الله، من أجل أن يحظى على تلك المزينة، تلك المزخرفة، تلك، ها، وإذا تأتيه تحيل وتميل وتجعل قلبه خاشعا وذليل، ها، وتطلب هذا الطلب أن يقتل يحيى بن زكريا. لهذا إمامنا الحسين عليه السلام يقول الإمام زين العابدين: كلما نزل أبي الحسين منزلا أو ارتحل من منزل ذكر يحيى بن زكريا، وقال: من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي أو بغي من بني إسرائيل.
لكن أقول سيدي ومولاي حسين، صحيح أن رأس يحيى قطع وأهدي في طشت من ذهب، لكن أنت أبا عبد الله رأسك حمل على رأس رمح يطاف به من بلد إلى بلد. صحيح أن يحيى قتل شهيدا، لكن قام أهله وعشيرته بالنياحة عليه وجهزوه ووضعوه في ضريحه، لكن أنت أبا عبد الله بقيت ثلاثا على بواء كربلاء، السلام على من دمه غسل والتراب كافور وشيبته قطن ونسج الرياح أكفان، وفي قلب من والاه قبر الروح في ذلك يا الذي للغسل ما نال ولا الجسد من لنحمل من فوق شيء ولا الجنازة هللت من خلفها رجال، ما حد حفر قبره وارى جثته في الكافور تربى والغسل دمه الجاري والكفن فصل أبو محمد بواري، وقبره بقلب اختل خذوها بجمل عاري وبقلب ابن اللي قضى عمره بواشي نحلت جسم كربلاء وشيبت راسه وشبت بقلبه من الحزن نار الحماسة، من حول جسمه للذي بن سعد داسه تارت أفكاره يوم جا يمه يواريه. الله يرحمك يا سيد محمد صالح سيد عدنان، يقول ما جاله إلا يا أم ثالث زين العباد قصده يواري جسم أبوه كل الأجساد، 70 جثة اللي دفنها كهول وأولاد بقبور ناس وناس حطهم بالحفيرة، وشيخ العشيرة بارية بارية جثة بلا راس حطوا على صدر الطفل محمود محمود لنفى، ويم الشريعة لحد جنازات جنازات العب، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء